الموضوع فيه الأسئلة الكثير منها حول مجالات نقاش هذا الموضوع. ينضم إلينا الصحفي والناقد السينمائي فيصل مطاوي عبر الهاتف. مرحبا بك فيصل. مساء الخير ضياء، مرحبا. مساء النور. إذن فيصل، بداية، ما هي المعايير التي سيتم الاعتماد عليها لاختيار مخرج من خلال هذه المناقصة الدولية؟ أعتقد بالنسبة للمناقصة الدولية هناك عدة معايير، ربما قد يكون اختيار لعدة مخرجين وليس لمخرج واحد، لأن الإرادة السياسية للرئيس عبد المجيد تبون وللدولة الجزائرية أن يكون هناك عمل ضخم، عمل سينمائي ضخم، وأعتقد ربما عمل روائي، قد يكون فيلم روائي أو وثائقي، ومن الأفضل أن يكون روائي حتى يحكي قصة الرجل وضخامة هذا الرجل من حيث الإنجازات التي كانت له، المقاومة ضد المستعمر الفرنسي، رجل الدولة، رجل الدين، الفيلسوف، الشاعر، كل هذه الصفات لأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية المعاصرة. أعتقد هو يعني يجب أن يكون بحجم هذه الشخصية، والمتطلبات أن يكون طبعا المخرج له ربما أو مخرجين لهم خبرة في الميدان. كانت هناك طبعا أعمال مثلا مشابهة في الوقت السابق مثل فيلم الرسالة لمصطفى العقاد، والذي تطلب الكثير من المشاركات الدولية لإنجاز فيلم بضخامة شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم فقط لأنه وجودك معنا كإعلامي متخصص في الجانب الفني والسينمائي، فيصل كيف ترى الطرح الذي ربما سيقدم من طرف المخرجين الذين يرغبون في إنجاز هذا العمل؟ طبعا الطرح هو في رأيي يجب يكون لك مجموعة من الكتاب أو من كتاب السيناريو، لأن العمل طبعا كنا نطالب وكثير من من اهتم بشأن الثقافي والسينمائي، نعم، طلبوا بأفلام حول عدة شخصيات، لأن التاريخ الجزائري حافل بالشخصيات، منها الأمير عبد القادر. أولا يجب هناك تفكير جدي في ماذا نريد من هذا الفيلم، هل فيلم يعني يحكي الشخصية الشخصية الأمير السياسية والعسكرية ورجل الدولة والشاعر؟ عندما يكون هذا فيجب أن يكون عدة كتاب سيناريو، ربما مجموعة من الكتاب جزائريين وأجانب، تتوفر فيهم طبعا الشروط التقنية والفنية لكتابة سيناريو وفق المعايير المتعارف عليها عالميا، وبعد التفكير جليا في الموضوع في موضوع السيناريو يبدأ التصوير بهذه المناقصة الدولية، بيكون لك اختيار لأحسن المخرجين، أحسن المصورين، أحسن المركبين، يعني التقنيين، نعم، الإضاءة والصورة. إذن فيصل نتوجه نحو العالمية بتوقعات الطرح الذي سيأتي من المخرجين. في عرف الأعمال التاريخية فيصل هناك طبعا خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، خاصة في توثيق البيوغرافي الخاصة بالشخصيات التاريخية. هل ستكون ربما برأيك هذه الخطوط الحمراء جالبة أم منفرة للمخرجين المهتمين بإنجاز هذا العمل؟ طبعا الشخصية طبعا عندما تخرج فيلم بيوبيك كما يسمى حول الشخصية، عليك أن تظهر أكثر الجوانب المضيئة، طبعا في كل شخصيات لها جوانب ربما مضيئة وغير ذلك، وبالتالي فهذا يدخل في إطار التعاقد وفي إطار النقاش الذي يجب أن يكون بعد اختيار من سيشرف عن العمل من المخرجين والكتاب سيناريو وإلى غير ذلك، أن يكون هناك نقاش حول الشخصية، كيف يكون سرد الحكاية طبعا وفق المعايير العالمية، يعني الفيلم يجب أن يكون بصورة جميلة وبإضاءة جميلة وحتى بديكورات، لأن هذا فيلم تاريخي والفيلم التاريخي يتطلب الكثير من الأمور، من الديكورات والزي والأشياء الأدوات المستعملة مثلا في الحروب إلى غير ذلك، نعم، وهذا يتطلب عمل ضخم يجب أن يكون في رأيي في إطار تنسيقي وإطار نقاش. بهذه المعطيات الثرية نشكرك على الانضمام إلينا على المباشر في النشرة الثقافية لقناة الشروق الإخبارية، ومشاهدينا بهذا وصلنا إلى ختام هذا العدد، نشكركم جزيل الشكر على المتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم.